إذا حققنا العبودية له حقق هو لنا الربوبية. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم في الدنيا ولا خوف عليهم في الآخرة، ولا هم يحزنون في الدنيا ولا هم يحزنون في الآخرة. إن رعاية الله سبحانه وتعالى تحيطهم في حياتهم الدنيا، فلا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس. وإن رعاية الله سبحانه وتعالى تحيطهم في الآخرة، فلا يخافون يوم الفزع الأكبر، ولا يحزنون يوم العرض على الله سبحانه وتعالى. إنهم في أمان في الدنيا وهم في أمان في الآخرة. من هم أولياء الله؟ إن القرآن الكريم يقول: إنهم الذين آمنوا وكانوا يتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لهم البشرى من الله سبحانه وتعالى ومن ملائكة الله سبحانه وتعالى ومن أولياء الله سبحانه وتعالى. لهم البشرى في حياتهم الدنيا ولهم البشرى في حياتهم الأخروية. الذين آمنوا وكانوا يتقون. الإيمان، إيمان أولياء الله سبحانه وتعالى، إيمانهم إنهم موالون لله سبحانه وتعالى. إنهم أولياء، إنهم موالون له، قلوبهم معلقة به، جوارحهم في طاعته، نفوسهم في مرضاته. إنهم موالون لله سبحانه وتعالى، يسألون ولا يسألون غيره، يعبدون ولا يعبدون غيره. إنهم تحققوا بقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. يقول أحد مفسري القرآن: إن سر القرآن في الفاتحة، وسر الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. أي أن إياك نعبد وإياك نستعين جمعت سر القرآن. لماذا أنزل القرآن؟ لإياك نعبد وإياك نستعين. لماذا أنزل القرآن؟ تفسيرا وتوضيحا لإياك نعبد وإياك نستعين، أي تفسيرا وتوضيحا للتوحيد. توحيد الله سبحانه وتعالى، توحيده بمعنى أن تنفي جميع الأصنام من نفسك، صنم الهوى تنفيه، صنم الشهوات تنفيه، كل الأصنام، الأهواء، النزغات، وكل ما يتأتى أن يكون في النفس مما يغضب الله سبحانه وتعالى تنفيه، وتتمثل في نفسك العبودية الكاملة لله سبحانه وتعالى. إذا حققنا العبودية لله سبحانه وتعالى، إذا حققناها له حفظنا، رعانا، عني بنا، جعلنا في رعايته، في حمايته. لا نخاف إذا خاف الناس لأنه معنا، حققنا العبودية له. ولا نحزن إذا حزن الناس لأنه معنا، حققنا العبودية له. إذا حققنا العبودية له حقق هو لنا الربوبية.
فكان ربا لنا، كان ربا بمعنى راعيا وحاميا وحافظا ومرشدا ومنجيا. إنه معنا بسعة الرزق، وهو معنا بعدم الخوف، وهو معنا بالحفظ من الحزن ومن الآلام، وهو معنا مرشدا، وهو معنا مسددا، وهو معنا هاديا. إنه معنا في مادياتنا ييسرها، وهو معنا في معنوياتنا قائدا ومرشدا وهاديا وناصرا. وكفى بربك هاديا ونصيرا. وكفى بربك هاديا ونصيرا.